عودي لمتابعة عالم صباح لليوم الأربعاء 5 أدار 2014 لغاية الساعة 1، وصلنا لفقرة سينما مع غيدة، واليوم كمان رح نحكي عن نتائج الأوسكار. صباح الخير غيدة. صباح الخير. صباح الخير نظيف. صباح الخير لكل المشاهدين. اليوم معنا ضيف عزيز وضيف صار صديق كمان لبرنامج عالم صباح ولفقرة السينما بالتحديد كمان. هالغنية اللي عم تسمعوها هي كيرو للمغني العالمي لويس ميغيل اللي فازت بجائزة أفضل لاتين غرامي أوورد بسنة 2000، وهي من ألبوم فيفو. هالغنية هي الواحد حلو لما بيعرف أكثر شيء إنه اللي لحنها واللي ألفها واللي فاز بهالجائزة عنا، لأنه هو أنتجها، هو لبناني وهو المنتج السينمائي والموسيقي رونان قرطباوي. رونان صباح الخير. بونجور. أهلا وسهلا فيك معنا اليوم باستوديو عالم الصباح. نورت لبنان ونورت كمان برنامجنا. اليوم عم نحكي عن موضوع كثير اساسي، لما شخص بنحس انه اللبنانيين دائما والشباب خاصه عندهم احباط وبيقولوا نحن ما فينا نحقق حلمنا، نحن لما بنحس حالنا محبوسين ومش قادرين نقدر فعلا نطبق اللي نحن بدنا اياه، بنشوف شخص فعلا قدر يسافر ويقعد برا ويحقق حلمه بهوليوود اللي هي لاند اوف اوبورتونيتيز مثل ما بنسميها، او هي ارض الاحلام. انت قديش كانت الصعوبات عندك خاصه وانه انت تركت لبنان بكير ورحت وعشت بالخارج؟ نعم، انا كنت عم برجع على لبنان لحتى الحق حلمي. صحيح. يعني بس انجبرنا نظهر لبرا، يعني ما كان في مجال بوقتها. سو واحد اكيد بده كل شيء اهله ساعدوه فيه، وان كان بالدرس ان كان بالتهذيب، كل شيء بيتعلمه واحد بحياته ببلده وين ما كان بده يقدر يطبقه برا. صح. سو اهم الاشياء هو انه واحد يقدر يرفع اسم بلده ويرفع اسم بلاده وعائلته والكولتور تبعه وكل شيء. سو انا على طول كنت استعمل الاشياء اللي تعلمتها من لبنان او من اللبنانيه بلبنان لأقدر طبق فيها احلامي واقدر اوصل لاحلامي. وعلى طول كنت مآمن بانه ما في شيء بتحبي تعمليه ما بتقدر توصلي له. بقى هيدا الشيء اللي صار، ضليتني اشتغل وما كنت عارف لوين بدي اوصل. صح. بالاول. سو المهم واحد يضله ينتج، يضله عم يعمل، ما يوقف ابدا، يضله عم بجرب، يدق على هالباب يدق على هالباب. سو ضليتني ماشي. ولما عملت هاي الغنيه ان بارتيكوليير ما كان معي خبر ابدا انه حدا معقول يغنيها. لحتى بعدين ستيب باي ستيب لحنتها وكتبناها وجبنا ديمو ريل وحطينا وحده بنت لتغنيها، وكل ايتاب عملناها ما كنا اكيدين لوين بدها توصل. بعدين لحتى بعدين وصلت للويس ميغيل، وبوقتها كان هو ومرايا كاري سوا. سو سمعوا الغنيه وما كنت حاطط اسمي عليها، انا اصلا كنت حاطط سودونيم ثاني. سو وصلت الغنيه، وما بين اكبر ملحنين بالعالم على زيت الالبوم في خوان كارلوس كالديرون وارماندو مانسانيرو، هدول يعتبروا، بعرف عم بقول اسماء شوي غريبه على اللبنانيه، بس هدول يعتبروا بالعالم اللاتيني اكيد معروفين كثير. ابسوليومون. سو ضلت الغنيه على طول ان ون اوف ذا فيرست بليسز، يعني بالمحلات الاولى بالتنقية. نعم. لأنه أيام لما بتعملي ألبوم مش دغري بتنقي 10 أغاني وبتغنيهم، بتنقي يمكن 50 غنية وبعدين بتسجلي 20 وبترجعي تحتفظي ب10 أو ب11. سو بالآخر طلعت الغنية. لما وصل الألبوم باع كتير ووصل على الجراميز، كنت أنا قاعد بالحفلة يعني، وبزيت الكاتيجوري كان في سانتانا، كان في ريكي مارتن، ما بتذكر مين كمان، بس هو اثنين. بقى انا كنت لما حطوا الثلاثه اربع البومات يلي كانوا مرشحين على زيت الكاتيجوري، يعني انا بلشت زقف لسانتانا انه انه ناطر سانتانا يطلع اسمه، ناطر سانتانا انه اصلا اخر همي شو بيطلع عنا، يو نو. سو لانه كثير بيعجبني، بعتقد كان بوقتها السوبر ناتشورال البوم تبع سانتانا. وبعدين قالوا لا، دي جرامي جوز تو لويس ميغيل امارتي اسوم بلاسير، اسم الالبوم البوم اوف ذا يير، يعني كل الاغاني يلي على الالبوم ربحوا جرامي. اي.
وبلشوا يدقوا الغنية تبعي. سو انا بعدني عم زقف لسانتانا ما انتبهت. انا بدي اقول شغله بعدين نكشوني قالوا لي سانتانا المفروض يكون بعدين نكشوني انه انت هلا انت كمان وقعت بنفس القصه اللي بيوقعوا فيها كل الطلاب واللي هي انه اهلهم دائما بيقولوا لهم اذا بدكم تعملوا شيء فن لا بدنا نعمل شيء ثاني دائما انه لا اعمل بزنس اعمل هندسه اعمل طبيب مون محامي هدول دائما الكليشيهات انت كمان مشيت بهيدي الموجه درست شيء ورجعت بعدين توجهت للشيء اللي انت بتحبه كل عمرك مزبوط يعني هلا انا ما قالوا لي ما بعمري قالوا لي ما تدرس هالشيء ادرس هالشيء بس كمان ما بعمره حدا جرب يتطلع ويشوف انه شو عنده شيء معقول معقول يعني يبرع فيه ولا هيدا سو ما كان في توجيه وبعتقد هيدا بشوفها أنا كتير بالعيال اللبنانية وحتى برا كمان صح. بس أكتر بلبنان سو أكيد كل الناس بدها أولادها تطلع حكمة ومهندسين وهيدا مش بطالة هالشغلة بس بعتقد بذات الوقت اللي عم تدرسي لتكوني مهندس أو حكيم فيك كمان بذات الوقت تبقى بتعملي شيء أرتستيك شيء فيه فن على جنب ما ضروري يكون يا وحدة يا التاني لأنه الحياة كلها فن يعني حتى حكيم إذا ما عنده الفن بنفسيته ما بيقدر يعمل عملية بالشكل اللي لازم يعملها فيه عرفت كيف؟ سو في كرياتيفيتي في اكتشاف اختراع كيف تعمل الأشياء لأنه بالحياة مش مهم بس شو بتعمل المهم كيف بتعملي سو بتروحي عند حكمة أيام بيبقى واحد بتطلع بيقول هيز باد دكتور إنه منه حكيم مزبوط يعني. لأنه ما بيبقى حاطط من قلبه ما بيبقى عم يعمل هالشغلة كفن بيبقى بس عم يعملها كوظيفه وحامل حاله فالت بقى كل شيء بالحياه فيه فن بقى. وانت اشتغلت الانتاج يعني كهوايه وحبيته وصار عندك شغف فيه وقدرت تبدع فيه لانه انت اشتغلت على حالك وهون الانتاج كثير شغله هيك حساسه اذا فينا نقول يعني واحد بيقول ما بيدرس الانتاج لحاله كفئه يمكن او ميجر بالجامعه مزبوط. كيف قدرت فعلا تطور هيدي الموهبه اللي عندك لحتى تقدر فعلا بعدين توصل لانتاج كمان فيلم بهوليوود هو ون لاست سكور بال 99 ومن بعدها كمان تشتغل كأسوشيت بروديوسر او كمان يعني بالبادجيتنج وبالفاينانسنج لكثير افلام ثانيه بهوليوود يا ليك اللي ساعدني انا اخذ شهاده بالبزنس ادمنستريشن اللي ساعدني بالدرس بالجامعه اهم شيء هو انك تعرفي فيك تقطعي مرحله معينه وتسكريها يعني واحد ما يترك بواب مفتوحه ورا سو لما بتقدري تتخطي مثلا 4 سنين جامعه والصعوبه الصعوبه اللي واحد بيمرق فيها يدرس ويشتغل ويتعلم بتعرفي برا بتبقي عم بتوزعي بيتزا وعم تتعلمي بالجامعه مزبوط سو لما تقدري تتخطي هالمرحله هيدي بتعطيكي شو بيقولوا ثقه نفس معينه صح بس بعد ما تخرجت بلشت اشتغل بهالدومين هيدا والصراحه ما كنت مبسوط ابدا يعني ما صدق كيف توصل الساعه 5 الا دقيقه لحتى اهرب من المكتب عرفتي كيف مع انه كنت اعمل شغلي مزبوط بس كنت كتير تعيس يعني بقى لحتى هنيك نهار اضطريت اخذ قرار يلي بعتقد هو من اصعب قرارات واحد بيخدها بحياته انه انا شو بدي انا شو بدي بالحياه صح. لان بالاخر الحياه بتعيشيها لنفسك يعني مش لحالك انه واحد مش لازم يكون اناني بس انت اللي بتعيش الحياه لإلك طالما عم بتعيش الحياه لغيرك منك مبسوطه لانه حتى الغير منه مبسوط بالشيء اللي عم يعمله سو اخذت وقت معين لحتى فعلا حط شو البريوريتي قدامي شو بدي اعمل بالحياه ولما وصلت للنتيجه انه اول شيء كان الانترتينمنت اندستري هيدا اللي اكثر شيء قلبي فيه صحيح. وبعدين في عده اشياء واحد بيعملها بس اول شيء بتحط انت البريوريتيز اول شيء كان الانترتينمنت اندستري قلت انه كيف بدي فوت فيها لا بعرف حدا يعني ماشي ابدا لا عندي عائله فيها لغايه ما صار عندك علاقات يعني حتى مع ارنولد شوارزنيجر والفيلم اللي عملته اللي هو وان لاست سكور مع ماثيو مودين وجون هيرت بال 99 مزبوط ايه مزبوط وكان عندك تحديات كبيره هون عم شوف بوستر الفيلم يعني حتى كان عندك تحديات مع الممثلين نفسهم والاشخاص اللي اشتغلوا بالفيلم ابسولوتلي كان كثير صعب بس اللي بدي اقوله انه لما حطيت البرايورتيز اصعب شيء كيف بدي بلش سألت لحالي اوكي اذا في اكل ساندويش بالنهار وفي قميص علي وفي نام تحت جسر هيدا كل شيء بدي اياه بالحياه بس بدي اعمل اللي بحبه سو دغري بلشت ساعتها دق ابواب الاشياء اللي بالانترتينمنت مليون واحد بيوعدك وما بيدفع لك سو ما بعمري سالت قد ايه حقبض لان ما كنت اقبض لانه ما كنت اقبض سو بتبلشي المهم تحطي حالك على الطريق يلي بدك تمشي فيها بس قد ايه صرت تقبض
بعدني لازم ما بسأل. سو هيدا أهم شيء، إنه حطي حالك بالطريق اللي بدك فيها، آمني بنفسك وضلك ماشية، وببلش ساعتها يطلع وبتعرف على واحد من هون واحد من هون وهيك، لحتى بيوصل وقت يعني إنه لويس ميغيل شافني مثلا بحكي كذا لغة، دارس إيكونومكس، بفهم بالكونتريات، بفهم بقوانين بعدة بلدان لأنه عشنا برا يعني وهيك، بلش يطلب مني بتساعدني بهالشغله بتساعدني بهالشغله، بلشت اعمل له مانجمنت، بعدين بلشت اعمل كونترايت ببلشينج اللي هو لما بيبقى عندك غنيه او فيلم هي بروبرتي فيك تاجرها فيك تبيعها فيك تعمل فيها عده اشياء. سو بلشت اعمل ببلشينج ديلز وسكرت اغلى ببلشينج ديل بتاريخ الموسيقى اللاتينيه. سو بدك بس المهم تضلك على الطريق اللي انت حابب تكون واحد ما يفقد الامل ابدا. يعني كمان تعاملت مع انزو، تعاملت مع فيكتوريو غريغوريو اللي كمان كان عنده حفله بلبنان كمان، مزبوط مغروم بلبنان، بلاسيدو دومينجو كمان عندكم كمان دي ان شاء الله بنشوفها قريبا ان شاء الله هالغنيه او بنسمعها. هي تسجلت ديجا، ما بعرف اذا ماني جايب معي ماتيريال، بعرف بهالمره جاي سيدي بس جاي لما بترجع على لبنان بدنا نكون عندنا كل الماتيريال اكثر. مزبوط. هو فيكتوريو هو اصغر او شو بقولوا اكثر شيء شاب يعني هون عم نشوفه اصغر هو اصغر شاب اقوى صوت اوبرا بالعالم اليوم موجود واجى على لبنان وانغرم بلبنان كمان. وبلاسيو دومينغو هو يعني ماشي ست ليجند يعني اسطوره الغناء الاوبرا بالعالم. صحيح. سو طلبوا مني اعمل غنيه واجمع هالاثنين فيها. بقى اكيد الغنيه كل غنيه هي قصه، في لها تبليشه، في لها ديفلوبمون، وبعدين في لها في لها خلاصه. يعني ما حلو واحد يسمع غنيه ويفلم انه اخذ شيء معه. انا بحب اشتغل انا بدي اعتبر انه اليوم نحن عملنا البدايه وعملنا التبليشه، واحد بما انه بيطور الاشياء وبده يشتغل بعدين لحتى يقدر فعلا يساعد ويسند. نحن بعد ما تعرفنا عليك حسينا انه ممكن انت تكون الاول خطوه بخطوه الالف ميل مثل ما بيقولوا لكل طالب لبناني عم بيعمل فيلم ميكينج او عم يشتغل بالانتاج السينمائي او الموسيقي. ونحن من خلال وجودك معنا اليوم رح نبلش ورح نطور نرجع نخبرهم عنا بعدين تباعا للمشاهدين انه يقدروا يكونوا كمان هن قادرين يحطوا اجرهم على اول خطوه وعلى اول السلم حتى يقدروا يروحوا يعملوا ورك شوبس ويعملوا كمان سيمينارز ويتابعوا اشياء بهوليوود من خلالك كمان ومن خلال برنامج عالم صباح. يعني نحن هون شو فينا نساعد الشباب، نحن هون مستعدين لحتى نساعدهم. أكيد. ونحن كمان بدنا نقول له انه مرتي جاي لما بترجع على لبنان بده يكون عندنا اكثر تفاصيل ولقاءات اكثر مفصله معك، وان شاء الله بيكون عندنا متابعه بهذا الموضوع لانه موضوع بهم كل الطلاب ونحن بحاجه لحتى ندعمهم. ميرسي رولان شرفتنا. انا بخدمتكم. شكرا كثير لك. واليوم رح نحكي عن الكلمينيشن اذا فينا نقول او اهم حدث سينمائي بيصير بهوليوود اللي هو الاوسكارز 86، الحفله 86 اللي صار مؤخرا. اليوم حبيت بس اعمل مثل هيك ريكاب سريع كثير على الجوائز اللي صارت، رح نمرق بس ابرز الجوائز اللي مرقت بالاوسكار ولا حتى لك معنا اكيد. وسمعت انه كان واحد من احلى اوسكارات انعملوا بتاريخهم. كان كثير حلو اكيد. ادن ذا جنرس هي اللي قدمت الحفل كان كثير مهضوم، كان في وجود كثير مهم لعدد كثير كبير من النجوم الكبار، في غياب كمان لاشخاص كثير لفت لنظرنا هذا الشيء، توم هانكس وتوم كروز ونيكول كيدمان وغيرهم من النجوم. انما اكيد رح نبلش بابرز الجوائز اللي هي راحت للممثل ماثيو ماكونهي عن دوره الرائع بدالاس بايرز كلاب، كان عنده سبيتش كثير حلو كمان القاه بخلال حفل الاوسكار، خاصة أنه لعب دور شخصية عم بتعاني من مرض الإيدز وهذا شيء فعلا كتير أساسي وكتير مهم أنه واحد مزبوط. يقدر يتعامل معه بالطريقة الصحيحة. ماثيو ماكونهي فأزن أفضل ممثل بجائزة أفضل دور لإله. بالنسبة لأفضل ممثلة كان كيت بلانشيت بفيلم بلو جاسمين للمخرج وودي ألين، وكمان فيلم كتير حلو ناطرينه إن شاء الله بصلاتنا قريبا جدا بالصلاة. كمان جائزة أفضل ممثل بدور ثانوي راحت للممثل اللي لعب الدور بدالاس بايرز كلاب وهو جاريد ليتو، وكانت كمان السبيتش تبعه كتير حلو. احلى سبيتش انا لقيته بالاوسكارز هالسنه كان للبست سبورتنج اكترس او افضل ممثله بدور ثانوي اللي هي لوبيتا نيونغو. لوبيتا حكيت كلام مؤثر انا دمعت لي عيوني كمان قد ما حكيت، كثير حلو انه واحد فعلا يضل يحلم وبيوصل للمكان اللي هو ممكن يقدر يوصل له، خاصه وهن جاي من بلد افريقي ما بتحلم توصل على الاوسكار بقى كيف تربح جائزه الاوسكار. بس دايركتور المخرج الفونسو كوارون هو اللي فاز بجائزه جرافيتي اللي حصل جوائز عديده على صعيد التكنيك اللي ذكرنا بتايتانيك كمان، انما جرافيتي كان فيلم رائع مع المون ووك. يعني ساندرا بولوك كانت عم تشهدهم عم يطلعوا كلهم على المسرح وحتى كلهم عم يشجعوها، بس ما فازت هي بجائزه افضل ممثل. وافضل فيلم كان 12 years a slave الفيلم الرائع مع مجموعه كبيره من النجوم والكبار، هون عم نشوف
المخرج ستيف ماكوين اللي عم يحمل جائزة أفضل بيكتشر بيست بيكتشر، وكمان براد بيت هو المنتج كمان لهالفيلم وأيضا ممثل بالفيلم، وبست ميوزك اللي كانت أفضل أغنية اللي هي ليت إت جو لاف فروزن الفيلم الأنيميتد. شكرا كثير رولان وأهلا وسهلا فيك. ميرسي لكم. ميرسي جوزيف. كان عندنا كثير أشياء بدنا نحكيها بقى مشان هيك لقاء. ثانك يو لك غيدا، ثانك يو لك، أهلا وسهلا فيك رولان. لكل المشاهدين مكمل أنه يكون علم الصباح، بريك قصير وبعدها نعود للمتابعة مع ورشة ملح، خليكم معنا.